أعزائي الطلبة، عندنا أسئلة امتحان الرياضيات الدور الأول 2017. عندنا هنا طبعا السؤال المجموعاتي جداما بالبداية، هنا نكتب يا أما إذا صح نقول له صواب، وإذا خطأ نقول له خطأ. هنا عندنا ثلاث أسئلة نجاوب عليها كلها، سين اتحاد صاد يساوي فاي، أكيد هنا خطأ، أو نعم خطأ، مجموعة أرقام يساوي صاد، أكيد هنا نقول له صواب، والثالثة تقاطعهم بالأربعة، أكيد هنا خطأ، والوسط الحساب هنا نجمعهم ونقسمهم على أربعة ونطلع الناتج. وهنا هذا السؤال أيضا مكرر بعدة أسئلة، فهنا نضربهم بثلاثة ونقسمهم على ألف ويطلع الناتج. هنا الجذر التكعيبي يطلع 8 بالتحليل، وهنا الدائرة القطر مالها موجود، ونضربها في 22 على 7 يطلع لنا 44. وعندنا هنا نسبة وتناسب، يعني هنا ال 7 ونص نقسمها على 18 يعني ككسر، وهنا يبقى مقام و بسط، والمقام مجهول سين، ونضرب بسطين بطرفين. وعندنا هنا نجمع 20 و15 ويطلع 35، نضربهم باثنين يطلع 70. هنا مدرسة، هنا نسبة نعم غاب منهم 6، فما نسبة التلاميذ الغائبين إلى عدد تلاميذ المدرسة؟ يعني تقسم 36 بسط وهاي مقام، ونختصرها يطلع 1/10. وما نسبة التلاميذ الحضور؟ ننقص 360 من 36 ونقسمهن على 360، أيضا يطلع بسط ومقام. هنا أعداد صحيحة موجودة، نوحد المقامات ونطلع الناتج، وهنا نوحد المراتب ونجمع، وهنا نضرب ضرب عادي، وبعدين نحرك الفارزة مرتبتين. هذا السؤال أنا أشوفه صعب على الطلاب، فيتركونه أفضل أجب عن فرعين فقط، ضمن ثلاث فروع هذا الفرع بتفاصيل يعني لازم نذكرها بالتفصيل، على يعني ما يصير هيك رؤوس أقلام نشرحها، لازم بالتفصيل على تكون واضحة للطالب، فأنا أفضل للطالب يترك هذا السؤال أفضل. جد الجذر التربيعي للعدد 900 هنا بالتحليل يطلع 30، ورسمت خريطة للمنطقة ما بمقياس 1/1000، وقيس البعد بين بيتين فوجد أنه 4. هنا ما دام بين بيتين إذن هي بالأمتار، فهنا مقياس الرسم 1/1000 يساوينا 4/س. هنا السين تضرب بمية ونضرب بسطين بطرفين ونطلع قيمة السين. هنا بالشكل المجاور قياس زاوية 1، هنا 70 لـ1 70 لأن متناظرة، والاثنين أيضا 70 لأن هم متقابلة وهم متبادلة، والأربعة تكمل الواحد، إذن 180 ناقص 70 يطلع 110، وهنا الواحد نفس الثلاثة، فهنا أيضا الثلاثة 70. هنا التحويل، نقسم البسط على المقام ونقربه إلى أقرب، يتحول إلى صورة عشرية، ونقربه إلى مرتبتين عشريتين، والعدد الصحيح يبقى 6. وشكرا للمتابعة.